ايدك استعجل، لك رح اقولك. لك ليش وقفت نريمة؟ ليكي ليش هارة حمرة؟ موقف ولا بكمل؟ شو اعمل؟ انا شو دخلني؟ خلصني اتحرك. ماشي نريمة، ليكني مشيت. يلا رح نوصل، اتحملي شوي، اتحملي اتحملي. مو قلتي انه لسه في 10 ايام للولادة؟ ايه بس من امبارحة ما تحرك. ايه شو بدنا نساوي؟ ما في داعي للخوف بنوب، وضعك ووضع الجنين طبيعي، خلونا نستنى لحتى يصير في طلق طبيعي. ما في داعي تقلقي، الوضع منيح. شكرا لإلك، تقومي بالسلامة. تحملي نريمان تحملي. ليش محاسة بحركته؟ لا تخافي حياتي، إذا صار شيء بنرجع على المسألة عندها، لا تكوني خوفي حبيبتي. تحملي نريمان. ايه تحملي تحملي. عمر طقت مية الراس. لعندي لهون لهون. ماشي تحملي نريمان تحملي. بس شوي كرمال. يلا دخيلك كرمال. بس يا الله يا ربي بسرعة فوتوه على غرفة ولادي. يلا كمان. الله معك نريمان. رح صورهم وبعدين ببعث لك الصورة. ايه بتعمل معروف. عشت لساني في لذيذ خلال عيونك مر يا فرقة مليس انسان على مير يلا الأجمل السمع زمان صندوق وير قلبي بلاش ميسر يلا غير المير خليك مشي الو حبيبي، ليكني انا رايحه على المقابله وانت شو عم تعمل؟ عندي كم شغله صغيره مضطر اني اعملهم اليوم، وخلينا على 8 تقريبا نلتقى. بخلص شغلي وبجي لعندكم. المطعم اللي صاير على اليمين باتجاه سارير ما هيك؟ ايه بلا انور رح يجي ياخذك. ليك ما في لزوم حياتي، انا بجي لحالي، بس انت دعي لي اتوفى. لا تقلقي يا روحي، كل شيء رح يكون منيح. بحبك يا روحي. باي باي. وانا كمان. يلا معناها جهزي حالك. الله يلعن الحظ. لك انا شو عم بيصير معي؟ اصحك هلا وقتين كسر الكعب. لا تعبي حالك امانه. ماشي يا أحلى أم بالدنيا، يلا بشوفك هني. سانشون برودكشن تفضل، كيف بقدر ساعدك؟ العنوان موجود على موقعنا على الانترنت. جاية بخصوص مقابلة الفيلم. تفضلي لو سمحتي عبيها. ألو؟ عفوا؟ أرجوك لا تواخذينا نضطرنا حضرتك. ولا يهمه. بالنسبة لصور الغلاف بكرة رح نبعتهم. والأستاذ عروة رح يعمل جهده وأخيرا إجيت. أهلا وسهلا، كيفك؟ مدام عائلة. يا أهلين، بصراحة كثير مبسوطة بشوفتك، كنت ناطرة أتعرف عليك بفارغ الصبر. شكرا لك.
انتوا بلشوا فورا اذا بتحبوا، وانا رح جيب الخالي نريمان واجي. شكرا. يلا بالاذن. تفضلي. تفضل. اهلا وسهلا فيكي، ممكن تعرفينا عن حالك؟ اسمي نسرين، نسرين عثمان، مواليد 1977 واحد ايلول. ولدت باول ايلول 1977 بانقره، وضليت لل 2002 عايشه هنيك. من وقت كان عمري 14 سنه حاولت اتعلم فن التمثيل بالمعهد العالي. بصراحه لما اجيت على اسطنبول بلشت اشتغل لمصلحه مجله معروفه، بعدين لما صار عندي استوديو خاص فرغت حالي لشغلي. طولي 168 ووزني وبظن 58. انت وقعت على عدة اعمال ناجحة جدا حول العالم، وبنفس الوقت بتصمم اغلفة مجلات وتحفك الفنية عليها طلب قوي. اشرح لي طريقة شغلك. رح قلك طريقة شغلي. يعني انا بقدر اربط بين شغلي وبين الصور اللي بصورها وبكون مستمتع بكل اللي بشتغله. بتحكي فرنسي؟ معلوم، هو شوي لغتي الفرنسية ماشي حالة. في مشكلة؟ لا تخافي، أنا ما عم دور على ممثلة بتحكي فرنسي بطلاقة، بالعكس تماماً، أنا عم دور على ممثلة بتحكي فرنسي بلكنة تركية، وإلا كنت جبت ممثلة فرنسية وخلصت. طيب مفهوم. طيب، يلي بيشتغلوا بهالمجال كل واحد فيهم بيصور بأسلوب مختلف عن الثاني، بس ولا واحد منهم بيشبه أسلوبك، بقى شو السر بهذا الشيء؟ بشو بتتميز عنه؟ بصراحة ما فيني أقول إنه عندي سر، بس بظن إنه اللي بيميزني كونه أبي بيشتغل مصور فوتوغراف. ها؟ إجت إليكي إني لا تفتحي موضوع الشغل أبدا. فهمت، صرت ألف مرة منبهني. أهلا وسهلا. أهلا بنتي، لا تأخذوني، تأخرت عليكم. أهلا فيكم. مرحبا. أبي صادق وإمي نورهان. تشرفنا. أهلا وسهلا. تفضلوا يا جماعة. ما رح تصدق شو اللي صار معي هلأ. مو هلأ حياتي، بعدين بتحكي لي إذا بتريد. يا ضناي أنت، شو هالمعرض الحلو. عيونك الحلوين يا عمري. شو خالتي ناريمان، تسمحي لي اتشرف برفقتك وتفتل انا وياكي بالمعرض؟ ايه يلا تمام. بعد شوي بلحقك. ايه وزيارتكم قديش رح تستمر؟ رح نرجع بكره الصبح، بتعرفي بنتي الشغل ما بيستنى ابدا. صب لك بابا. على سيره الشغل، مراد لما قال انك ممثله ترددنا شوي، يعني ليش الكذب؟ عن جد؟ ليش؟ اصحك تفهميني غلط، نحن ناس مو متزمتين. امي ممكن تناوليني كاستك اذا مراد بتريدي. لا تشرب كثير لانك رح تسوق السياره. امي انت لا تشغلي بالك، انا عندي احلى شوفير بالدنيا. شو ما في ممثلين حياتهم طبيعيه؟ بعرف انه في، ماما تفضلي بصراحه كاستك. حياتكم بتكون صعبه كثير. طيب شو رايكم نطلب العشاء؟ بعدين هي ما انا مهنه حلوه اذا وحده بتفكر قليلي تتزوج. امي شو رايك نطلب سمك مشوي؟ ولا بتحبوا تشوفوا شو عندهم بابا؟ بس الحمد لله انت طلعتي ذكيه. امي مو على اساس ما كنا رح نحكي بهالموضوع الليله؟ ابني ما تركتنا نحكي كلمتين على بعضهم وهي رح اسكت. ايه منيح، لكن خلونا نشرب نخ بالمحل الجديد بموسكو. قرارك كان ممتاز كثير يا بنتي. باي خصوص؟ ليش ما حدا عم يدير باله على طاولتنا؟ اذا سمحت جرسون. عفوا منكم. تفضل استاذ، هذا المنيو. قرار تركك للتمثيل كان ممتاز يا بنتي. يسلموا ايديك، عزبناكم. تفضل بابا. شو رح تاكل؟ اذا ما كان سمك مزارع أنا رح آكل لفارك. وأنت أمي؟ تكير مشوي. إيه شو تاخدي؟ بصراحة يا خانم أنا ما فهمت ليش هيك فكرتي. لأنه سمك التكير موسمه هلأ. ما بقصد السمك، قصدي موضوع التمثيل. اليوم رحت على مقابلة مهمة وفي احتمال إنه نتفق ونوقع، وإذا مشي الحال تصوير قسم من الفيلم بفرنسا رح يكون. وبصراحة أنا ماني ناوي إني أترك التمثيل بنوب. لا تواخذوني، لازم رد على هالاتصال ضروري. عن إذنكم. على مهلي. ما كنت بتخيل أفضل من هيك عشاء عائلي يا زينب، لك كل شي رائع. في وضع سخيف كتير ورح يوقف عقلي منه، مفكرين إني رح أترك التمثيل. لا ما بعرف ليش، رح أناقش مراد بهالموضوع طبعا. قال شو لما درينا إنك ممثلة ترددنا شايفة على هالسخافة؟ قال ما أنا مهنة مناسبة لوحدة بدها تعمل عيلة، بس لا تفكري إنه نحن ناس متزمتين. فرحنا كتير إنك تركتي التمثيل، يعني بالمختصر زينب أنا كتير متضايقة. لك يا زينب بعدين أنا بحكي معك ماشي؟ ببعت لهم ورد مع اعتذار ولا شو بعمل؟ لا الوضع ما راح يتصلح. انت ليش كذبت عليهم هيك؟ خدي يمينك نسرين، خلينا نروح على شط البحر. فهمني ليش قلت لهم اني رح اترك التمثيل؟ يعني شو كان بدك اعمل؟ من سنين وهن عم ينقوا فوق راسي، ليش مفكره ما طلبوا يتعرفوا عليكي لهلا؟ مراد بيك اخذ القرار بالنيابه عني وخبرهم اني رح اترك التمثيل، هذا اللي صار مو هيك؟ ليش ما خبرتني؟ كنا حاولنا نقنعهم سوا بدون ما نكذب. يعني كيف كنا رح نقنعهم نسرين؟ قولي لي كيف؟ وجهه نظر اهلي واضحه كثير، لو حاولنا كنا رح نفشل اكيد. وهذا شغلي انا مراد، عم تفهم؟
أنا ماني ناوية أترك التمثيل لمشانك ولمشان حدا ثاني كمان. عم تطلع شو مانك شايف؟ إيه مظبوط، عم تطلع الموضوع هذا مانو موضوعنا هلا. لما كذبت هالكذبة، شو كنت مفكر إنه رح أتعمل بعدين رح تفتح لي محل تياب وتخليني أشتغل فيه؟ إيه وشو فيها يعني؟ عن جد؟ إيه ليش لا؟ شو الغريب بالقصة؟ أكيد عم تمزح مراد. لا ما عم بمزح. أنت مانك منتبه على اللي عم تحكي. أنت يلي مانك منتبه على تصرفاتك نسرين، شوي بتقولي لي فيلم فرنسي وشوي ما بعرف شو. مراد هذا الفيلم ممكن يكون فرصة عمري. مرة بتقولي لي فرصة عمرك ولازم تستغليها. يمكن لا تكون فرصة ولا شيء. شو هالحالة؟ شو هالحياة؟ شو المسرح مانو مكفيكي؟ رجعت لنفس الموضوع. أي موضوع؟ بتعرفه منيح. لا شو هو؟ أنا لقيت فرصة بتعمل لي مشاكل وبتسخف الموضوع. لك أنا أنت عم تسلك مشاكل عليك. أنا بعرفك حكي طالع ونازل. يا بنوب هون برا البلد وهون السعر قليل، لك أنت ما يعني بتفكر فيني. يعني هلا بنظرك طلع كل الحق علي أنا، وأنت ما عم تنجحي بشغلك لأني كاتم على نفسك. مفكرني فاشلة وما رح أنجح. ممكن تطلعي على حالك نسرين؟ ممكن توقفي السيارة وتطلعي على حالك؟ آه؟ شوي لقيت فرصة حياتي، وشوي فيلم بفرنسا، شو ما بدك تفيقي؟ شو عم تساوي؟ لوين رايحة؟ نسرين تعي لهون. لك ايش صار لكم؟ بس لك واحد اثنين ثلاثة رح يطلع عصفور من هون، بس ارجوك تضحكي. يلا واحد اثنين ثلاثة. نورتوا اليوم. سلام. معلش دخلنا لازم أشوف. أنا برأيي في صور كتير مميزة. عفوا مين هو صاحب هالمعرض؟ بظن اللي واقف هون. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. الصور اللي شايفينهم هون بالمعرض فيكم تعتبرون مسيرة حياة وعمل لصاحب استوديو تصوير نسرين. هدول قسم من الصور اللي صورهم بحياته واللي بقيوا بحالة سليمة مثل مشايفين، يعني من نتاج 40 سنة من العمل درنا نعرض لكم هدول. مراد شو بدك؟ نسرين السيارة واقفة بمكان مو منيح، بعد شوي رح أعمل فضيحة. فوتو تور جود كان بمدينة أنقرة. ايه مراد شايفتك، رح أسكر هلأ، باي باي. بحارة اسمها حارة غازي، كان عبارة عن استوديو صغير. أبي يحيى تورغوت بقي أكثر من 40 سنة عم يشتغل بتصوير الناس وبشكل يومي تقريباً، وعلى هداك المحل يومياً كان يدخل 10 أشخاص. معناتها بالأسبوع كان يجي 70 شخص، وبالشهر 300، وبالسنة بصور 3650 وش. بعد فترة ما بتحس حالك وحيد أبداً، لأنه مع الوقت بتتعود على وجوه الناس، بتبلش تحس إنه كل الناس صاروا معروفين بالنسبة لك. ومن سنة تقريباً خسرناه، وبصراحة كانت خسارة كبيرة لإلنا. وعن طريق هذا المعرض اللي عملناه حبيت إنه أشكره من قلبي بالنيابة عن الكل، بالنيابة عني وعن كل الناس الموجودين بالصور. يا جماعة مشكورين على حضورك. حبيبتي نسرين، بلا ما نفترق أنا الصبح رايح على روسيا، لا تخليني سافر وأنا بهي الحالة. توصل بالسلامة. نسرين، بعترف أني عصبت شوي وبعتذر منك، ماشي؟ إذا عم تفكر مثل أهلك فلازم نقعد ونحكي بالموضوع. لو أنه عم فكر هيك ما كنت بكمل معك أصلاً، بس أنت وقت قلتي لي إنها كانت فرصة حياتك وقت عصبت مو بيدي، يا ريت تفهمي علي. حسيتك كأنك عم بتقولي إنه حياتنا مع بعض ما أنا مهمة. لو سمحت خلينا نحكي ماشي. بالموضوع بعدين. ماشي، بوسيني قبل ما تروحي. يلي عم بيصير من محبتي لإلك وانتي بتعرفي. والله عن جد؟ إيه جد؟ يلا توصل بالسلامة.
زينب؟ أنا هون. بتعرفي إنه مشتهية أخنقك؟ أنا ما قلت لك إنه ما بقدر أمشي بهالكعب، شرفي ليك انكسر. شو ساوي لك؟ مو على أساس ترجعي تتصلي فيني؟ ما رح تصدقي شو صار فيي وقت كنت عم حاكيكي ضرب ظهري لقيتها واقفة عم تسمعني. ما تقوليها. ايه؟ معقول شو كان موقفي محرج قدام أمي؟ ليش مزعوجة؟ خليها تسمع وتعرف. تركينا هلا وخليني ورجيكي شغلة. شوفي وقارني بيني وبينها. يعني مبينة إنها صورتك؟ ايه على الأغلب هي أنا. من وين جبتيها؟ عروة بدي اقول لك شغله. لو سمحت اعطيني الكيس تفضلي. بتقدر تجي كم يوم وتشوف هالمحل قبل ما اجي؟ رح اجي بس الاسبوع الجاي لانه عندي كم شغله مهمين رح احاول اني اخلصهم بسرعه وبعدين بجي وبشوفك. ماشي؟ طيب ماشي يا قلبي. يا روحي انت يا ضناي. حبيبي. حبيبتي عروة فرحتني كتير، الله يخلي لك يا عمري. مو بس فرحتني، اللي فرحت ابوك كمان. تعرف يا روحي، سمعت انه الميتين بيشوفونا من السماء من فوق عن جد؟ يا امي اكيد أكيد بيكون عم بيشوفنا من فوق وبيكون مبسوط كتير وبيكون فخور فيك كتير. الله يخلي لي ياكي. يلا بلا ما تتأخري، بس توصلي خبريني. ايه يا عمري. ماشي أمي؟ ماشي حبيبي. بس توصلي على البيت خبريني دغري. لا تشغل بالك. شوفي أمي، بدي أسألك سؤال. متذكرة صورة إلي بعمر 7-8 سنين تقريبا باستديو اسمه فوتو تورغوت؟ شو؟ وقتها كنت لابسة فستان مورد وشعراتي مفرودين على كتافي. يعني قصدك زوج خالتك تورغوت؟ يمكن أنا مخربطة. رح أسكر الموبايل هلأ. ماشي؟ ايه ماشي حبيبتي. تصبحي على خير. وانتي من أهله؟ لا وعرفت مين أسأل. مو معقول المعرض قديش عجب الناس، وبكرة بس تطلع صورة الغلاف بتشوف شو رح يصير. ليك ما رح أتأخر، بدي أمشي كمان شوي. ماشي. امتى رح شوفك الصباح؟ ليش يعني؟ لك شو هالسؤال هاد عروة؟ ما قلت لك مشان غلاف المجلة المدام عائشة ناطرتنا بكرة. شوفي بدي اطلع شوي لبرا. عروة شو صار لك؟ قلك لازم اطلع شم شوية هواء. طيب امشي رح اخدها، بس قلي شو صار لك فجأة؟ قلي بشو حاسس هلا؟ داي خليني اطلع. دير بالك لا تستعجل، خليني شغل الضوء بعدين نطلع. طالع على مهلي. طمني صرت احسن؟ منيح احسن. شو رأيك تستند علي؟ ما في داعي، ليكني عم بطلع شوي شوي. طيب قلي شو صار لك هنيك بالبار؟ فتر راسي شوي، لا تخاف. طيب سلامتك، يلا نملك شوي وارتاح، أنا رح أبقى عندك. لا ما في داعي، روح على بيتك. طيب شو المشكلة إذا نمت هون؟ لا تخاف صرت منيح، ما في لزوم تبقى هون. متأكد؟ هي طبعا متأكد. مثل ما بدك. أصلا عندي كتير شغل بكرة. طيب إذا لزمك شي خبرني. إيه ماشي. حتى لو الوقت متأخر. شكرا. تصبح على خير. تلاقي الخير. على اليمين كمان شوي، لا تتحرك بس. خوفني عمو. خليك مثل ما انت بس دقيقة. شكرا كثير، تفضلوا امرؤوا. يلا روح على البيت. ورجيني همتك. يلا عمو يوسف، جبت من هذيك العلكة؟ جبت، ولاد الحارة اخذوهم كلهم يا عروة. انت شو مفكر حالك عم تعمل؟ لك عروة كم مرة قلنا لك لا تمرق من هون؟ مو انتو اخذتوا كل العلكة اللي جابها بقال حارتنا؟ وانت شو لك علاقة؟ روح من هون احسن ما شوه لك وشك. ايه اذا فيك تمسكني. تعال هون. لا زكاتك عبيلي كيلين ونص بس مو اكترها. لك عروة مو كنا رح نعطيك البسكليتة بعيد ميلادك؟ ابوك ما تحمل ما هي؟ فيني كزير كمان شوي؟ طيب خد الاكل لابوك معناها. قبل اول طالع لي اللبن. جيت حبيبي؟ دقيقة هات من ايدك. عروة لك شو عم تساوي؟ كم مرة بدي قلك لا تاكل شي ني؟ اصحي واعمل ايدك. هاديك ماما. الله معك يا روحي. يا عمري انت ما قلنا لك ما تبرق من هون ولا؟ شو هاد يا؟ انت خود راحتك، انا هون ورح دير بالي على المعرض. شكرا. اللي أنوار إذا بتريد فيك توقف لي عند الجهة الثانية شي نص ساعة. ولا يهمك أنا رايح لهنيك فورا. لك أنت أصلاً ما في منك يسلموا. لا تاكل. عفواً. شكراً. إذا بتريد لحظة تفضلي. فيني شوف صاحب المعرض يا ترى؟ بابا الأكل.
بتعرف هالبنت مين ممكن تكون؟ ليش عم تسألي عنها؟ هي أنا على الأغلب، يعني بتشبهني وأنا وصغيرة، بس ماني متذكرة أنه عندي هيك صورة بنوب. معقول ما بتعرفي إذا كانت هالبنت اللي بالصورة أنت ولا مو أنت؟ بعرف أنه الفكرة سخيفة، بس ما ضل عندي صور بطفولتي، لهيك أنا مو متأكدة. أنت من أنقرة؟ أي أنا من أنقرة. أي وين كنتوا ساكنين بأنقرة؟ ها؟ كنت. أنتوا أهل أنقرة لما بتجتمعوا إلا ما تطلعوا بتعرفوا بعضكم، ماني متفاجئ بنوب. كنا بجنكايا، محل أبوك كان بهديك المنطقة؟ كان بحارة غازي. جدي كان ساكن هنيك. ما شاء الله صايرة أمر يا روح جدو. بابا رح نمر المسا ناخدك لعنا. شباك؟ يلا بنتي روحي لعن جوزك. روحي نسرين، لا تطلعي على الشارع، فهمتي ماما؟ يعني لازم كل ما جبتيها لهون تعملونا هالقصص هاي؟ شباك مو على أساس قلت لي مستعجل؟ عفواً يا أنسة، أنت شو اسمك؟ نسرين. وأنا أنوار، مبسوط بمعرفتك. ليكي نسرين، شو رأيك ناخد لك كم صورة؟ وهلأ فوراً. معقولة تصوروني بهالحالة؟ ايه وشك فتوجونيك وخرج التصوير، مثلاً تتصوري قدام صورتك وأنت صغيرة، بعدين ممكن ننشرها بالمجلة كصورة للغلاف وبتكون دعاية للمعرض. فاجأتني بصراحة، ما بعرف. شكراً كتير، يسلموا، صدقيني جايتك أنقذت حياتي. ألو؟ شو رأيك وقف هون؟ لا الأحسن أنك توقفي قدام صورتك لو سمحتي. هيك؟ شي كتير غريب لأني مو متذكرة أني تصورت هيك صورة. يمكن لما رحتي ما كنتي قصدة تتصوري، ولهيك ما بتكوني متذكرة الصورة. بقلك شغلة مانك متذكرتيها كمان؟ ايه قلي. وقت تصورتي هي الصورة أنا كنت هنيك. منعرف بعض ولا شو؟ عفوا بعتذر منك، بس لشوف مين. أهلين زينب. جاي على الطريق، رح أوصل. بصراحة مضطرة أني أمشي فوراً. أحكيلي وين التقينا لأنه ذاكرتي سيئة. طيب شو رأيك تجي بكرة لعنا لهون لتشوفي الصور وتاخدي لك نسخة بلا ما عطلك لأنك مستعجلة؟ أنوار أعطيني كرت. نسرين عن جد شكراً كتير. شكراً أستاذ أنوار، أنا تشرفت بمعرفتك أستاذ. أهلين. عن إذنكم. جدي هدول الناس شو عم يعملوا؟ عم يصوروا فيلم يا بنتي. ماما انتي وبابا بتعملوا افلام مثلهم؟ خلصت الافلام اللي عنا، كلي بنتي. جدي انا كمان رح صير ممثلة مثلك لما اكبر. نسرين اذا ما بدك تكملي اكلك يلا بوشك على السرير. ماشي بابا. ماما ممكن تبعدي لي شوي؟ هي إجا، تحركي. شو رأيك نعمل فيلم سينما؟ يا روح جدو انتي، يلا عادي لشوف يا شاطرة عادي. تمام. عود شوي عروة، خلينا نسمع دقات قلبك. الحمد لله على سلامتك. وعلى سلامة الصغيرة. ألف الحمد لله على سلامتها. عروة حبيبي تقبرني يا قلبي، أنت اللي عم يجعك شي؟ يا عيون الماما أنت. يلا ابني قوم خلينا نرجع على البيت. لا لو سمحتوا لازم يبقى كمان شوي. وليش لا يبقى؟ دكتور مو قلت ما في شي؟ في اختلال بنبض قلبه. ابني؟ هلا لازم نعمل له تخطيط كهربائي لحتى نتأكد من وضع القلب والنبض كمان. يا قلب؟ ايدي حبيبتي. أبوكي ما له قدران يدبر أموره، كم مرة نبهت عليه ما يترك البنت تطلع لبرا، هالمرة مرقت، ما عاد في روحها لعن جدها. من هلأ لتفتح المدرسة مجبورين إن نحطها هنيك. معناها خدي إجازة. خلصوا إجازاتي كلهم. اترك الشغل وعيدي بالبيت. تقطع توصل على كيفك، وأقساط المدرسة مين بده يدفع؟ حلو كتير، شو بلشنا نلطش بالحكي؟ يا بنت طلعت الصورة صورتي. عن جد عم تحكي؟ إيه طبعًا. إيه. لك حتى الشاب طلع بيعرفني بس أنا ما قدرت أتذكره ولا بشكل. نايس نايس. لاست بوز. عروة ترقوت تفضلوا. لاست شات. الأستاذ عروة معي؟ لا أنا مدير أعماله، مين بيريده؟ بدي أحكي معه. إذا ما عندكم شي غيره أنا خلصت. شكرا كتير عروة. بخصوص شو بركي بقدر ساعده. شكرا صبايا. ما فيني أعطيك معلومات. طيب خليكي معي لحظة. ألو. مرحبا أستاذ عروة، الدكتور آدم بده يحكي معك. تمام أعطيه الموبايل.
مرحبا أستاذ عروة. أهلا وسهلا، كيفك؟ تمام، حطينا اسمك على القائمة ولازم تنام عنا فترة لترجع لطبيعتك. ايه فهمت، بس قديش يعني لازم أبقى عندكم؟ على الأقل أسبوع حسب تخميني الشخصي. ممكن أجي يوم الأربعاء؟ بلا ما نأجل، إذا بكرة بيكون أفضل. شكرا لك، خاطرك. مع السلامة. خير، شو القصة؟ الغي لي مواعيدي أسبوع لقدام. ليش لألغي؟ مو وقت هلأ، بعدين بقلك. شو بدي أقول للعالم هلأ أنا؟ شو بيعرفني قلهم أي شيء؟ أنا رايح. ما رح أشرب، يعني ما رح أشرب. يلا دوري أنا. أنت دعستي على الخط؟ لا أنا ما دعست على الخط. بابا شو يعني نعمل فيلم سينما؟ بدك تعمل فيلم؟ ليك حبيبي، هاي الكبسة اللي بتضغطها، بس التصوير ما بيعني انك تضغط على الكبسة وتاخد لقطة وبس. ها، اذا اخذت لقطة من زاوية صحيحة رح تقدر تشوف الجمال المتخبي ورا هاي اللقطة، ولما بتظهر هذا الجمال بتكون صرت مصور محترف. يلا لشوف. ها هلا خلينا نروح على مكان احلى من هذا. يلا لشوف. عروة ترقد. لك عاد هو يا بنت، وين ملاقي هالشب الشخصية؟ لشو الضحك؟ ولد في أنقرة ويعمل مصور وحاصل على العديد من الجوائز. يعني لك ليكون هاد شافك مو متذكرة شي، قال لأ اضحك عليها. كيف كانت أول تجربة لك مع التصوير؟ في الحقيقة كانت صلتي بالتصوير منذ الطفولة بسبب كون والدي مصورا، ولكن أستطيع القول أن تعلقي بالتصوير بدأ بعد حادث دراجة هوائية تعرضت له. كيف؟ وبعد ذلك اليوم تغير مجرى تفكيري. عم بيقول انه عامل لازم تكون بشي مكان وبعدين بلش. انا كيف ما عرفت من الاول؟ شوفي، ما عم صدق. يا الله، تعي حبيبتي خلينا نقعد هون شوي. برافو ليكي، هذا دفتر اسرارك. مثل صندوق الاسرار؟ ايه واكتر. رح تكتبي عليه كل اللي جوات قلبك. العقل أحياناً بينسى. اكتب فيه عن الولد أبو البسكليت الحمراء. كتير صايرة شقية. ايه الحب الكبير ببلش بالخناق. انتي حبك بلش بحادث. اللي جدي كيف بيكون الحب؟ ما حدا بيعرف شو هو لحد هلأ، بس إله إشارات طبعاً. مثلاً بدق قلبك بسرعة. ليكي اللي بيحب روحه عطول معلقة باللي بيحبه، وبصيروا كل الناس مو مهمين وما بيفكر بحدا. انت كنت بتحبها لتاتا؟ لساتي لهلأ بحبها يا جدي. ما حدا فينا بيقدر يعرف نصيبه بهالدنيا أو المقدر عليه، ووقت القلب بيحب ما بيعمل حساب لحدا. مثلا لما شفت أمك أول مرة قلت لحالي أنا رح أتزوج هاي البنت وتصير مرتي. أحياناً من أول نظرة فيك تعرف إنه هالإنسان رح تصير من نصيبك، وأحياناً بتدور كل حياتك وما بتلاقيها. حلو هالحكي. صبايا حركة الباص تبعنا بكرة 9:30 لتقسيم. ما حدا ينسى شي من غراضه. ماشي. طيب ماشي. بالمناسبة بعرف باي. الحكي موجه لي أنا. بدي روح على الاستوديو جيب الصور. شو رأيك تجي معي زينب؟ لا وأنا شو قولي شغل هني؟ أوف دائما أنت هيك بتقلبيها دراما. مرحبا. تفضلي. بصراحة هالمكان كتير حلو. شكرا. حضرتك بالعادة بتشتغل هون؟ الحقيقة أنا عايش هون وبشتغل. شو رأيك نترك الرسميات ونكون على طبيعتنا؟ تمام. أي هيك أحسن. تفضلي. هاي الصور عفوا تصويرك أنت؟ أي أنا ما عدا هديك. هاي صورتك ما هي؟ يعني تذكرتيني أخيرا؟ أي تذكرت، حتى أني تذكرت شغلات تانية كمان. أو فيك تقول قريت. شو هاد؟ دفتر مذكراتي. ليك شو بدي ورجيك هلأ. را هدول؟ أي. وأخيراً اتعرفت على الولد اللي بيسوق البسكليت الحمراء.
مثل ما صار بالفيلم تماما، رميت حالي قدام البسكليتة. وقتها توجعت كتير بس مو مشكلة. كيف يعني انت رميتي حالك قدام البسكليتة اصلا؟ انا ممثلة. لك ضميري ضل سنين عم بيعذبني لاني ضربتك وانت طلعتي رامي حالك قدامي اصلا؟ مزبوط وبعتذر. شاي؟ ممكن. انت ليش ما عندك صور من طفولتك؟ لانهم ضاعوا، يعني لما انتقلنا من هنيك ضاع قسم من الصناديق وكل الصور والالبومات وكتير غراض ضاعوا كمان. الانسان لما ما بيشوف صور لطفولته ما بتذكر كيف كان، ولهيك لما شفت صورتي ما بعرف شو صار لي. انت محظوظ كتير، اكيد بيكون عندك صور بالمئات. لا بالالاف. والله عن جد؟ انت شو بتشتغلي؟ ممثلة. شلون فاتتني، كان لازم أحزن. بجوز مو منيحة مثل وقت كنت صغيرة، بس بموت بالتمثيل. هلأ عم تمثلي ولا موقفة؟ عنا فرقة مسرحية وبعمل مقابلات للأدوار، أفلام ومسلسلات وهيك، يعني في احتمال إني مثل بفيلم هالفترة. لنشوف. حلو كتير، شو نوع الفيلم؟ قال فيلم غرامي، يعني مو أكيد إنهم يوافقوا بس أنا حابة. برأيي بيوافقوا. عن جد عم تحكي؟ هيك حسيت. يا ريت. مميزين الشخصيات اللي مختارة، وهي واحدة من الصور اللي اخترتها. من كم سنة هالصورة؟ 25 سنة. 25 سنة، عيونك ما تغيروا لساتهم هنن. عيونه عم يحكوا ونظرته دافية. تتعرفي عليه؟ كيف يعني؟ يعني هذا قبطان بيعمل أكل طيب ومحله قريب من هون، تروحي؟ عم تعزمني؟ إذا بتحبي منروح لعنده المرة الجاية. أوكي. بعد 25 سنة. ماشي، ليش لا؟ آي، أسف كتير. حطي إيديكي حوالي. كيف؟ حطي إيديكي حوالي. قبطان. اوه عروة بيك، اهلا وسهلا. قبطان كيفك؟ والله انا منيح مثل السبع، انت كيفك؟ اشتاق لك كثير. وانا كمان. نسرين. مرحبا، كيف اهلا وسهلا، تشرفت بمعرفتك. يعني انا كمان تشرفت بمعرفتك. نور المحل بجيتي، تفضلوا. لحظة بس، انت هي اول مرة بتجي مع بنت؟ البنت حلوة كتير، اصحك تروحها من ايدك، ماشي؟ تمام؟ من الطفولة نحن اصدقاء، من زمان كتير يعني. ايه صداقة احسن شيء، تفضل عود عروة، لا تضل واقف. ايه شو بنشرب؟ شو بتحبي تشربي؟ حيلا. خلاص على ذوقك انت. خلاص الباقي عندي انا، لا تشيل هم ابدا. يستمو قبطان، وين درستي ثانوي؟ بكوليج. وانت؟ بالتجريبية. عن جد؟ في عندي كتير رفقات درسوا هنيك. مثل مين؟ رفيقتي شادية وعائشة جول وهديل وغالب، بتعرفه؟ طويل شوي وشعره اشقر. شعره مجعد. ايه شعره مجعد. ايه بعرف، كان كتير شاطر بالمدرسة. الف صحة وهنا ان شاء الله. شكرا. شكرا لك. ولو انا وغالب درسنا جامعة سوا بأول سنة، وبعدين ما عاد عرفت شو صار فيه. وانا مثلك. كيف كان معدلك في الجامعة؟ بأيام الجامعة كنت روح أشتغل مع أبي بالتصوير وما كنت أحضر كتير، وبعدين وقفت دراستي وما كملت. قصدك تقول إنه من الأول اخترت التصوير؟ أي صحيح، من البدايات كنت بعرف إني رح صير مصور. مع مي ولا بلا؟ لا بلا مي. تفضلوا يا جماعة، المقبلات صارت جاهزة. عن جد شكرا كتير. أنا رح أترككم هلأ، وإذا بدكم شي ناقولي. تمام، يسلموا إيديك. إن شاء الله صحة وعافية على قلبكم. غريبة كتير إنه ما التقينا بأنقرة ولا مرة. يمكن التقينا، شو بيعرفك؟ يمكن. ولهالسبب رح نشرب نخب صورتي اللي دورت عليها سنين طويلة ولقيتها بمعرضكم. نسرين لسه ما مرق الصبي أبو بسكليتي حمراء. أصلاً أنا ماني ناطرته. طبعاً مالك ناطرتي يا روحي، أنا شو بيفهمني. يلا لأختك. لوين؟ حابب صورك صورة حلوة وخلي لك إياها ذكرى. ما بدي روح، بدي أبقى هون قاعدة. بدك تضلي قاعدة؟ يلا قومي لشوف. طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، طاق طاق طاقية. أعزائي المشاهدين، نقدم لكم النجم الكبير عروة. طاق طاق طاقية. عروة شو عم تساوي يا ابني؟ انت ما وعدتني انه ما تركض وتعرق؟ شفت ماما؟ الله يخليك. والله داخل ايه كتير، خلينا انزل على الشارع. اصلي هالمسجلة وخلينا نحكي كلمتين. ايه ليك، اذا بتوعدني انه ما رح تركض وتعرق بخليك تاخد الاكل لابوك. تمام، اعتبري وعد. ايه اعتبرته وعد. يلا يا عمري انت، الله معك. واخيرا شوي شوي.
الأخبار؟ هل أهلك حابسينك بالبيت؟ ليك حبيبتي حركي راسك على اليمين شوي. بنتي بعرف إنه مليتي بس ليكي شوي هيك. الله ترى حتكون حلوة، بس قول واحد اثنين ثلاثة رح يطلع عصفور من هون، بس أرجوك الضحكي. يلا شوف، واحد اثنين ثلاثة، ضحكي بنتي ضحكي ضحكي. بابا الأكل. لك شو هادي اللي عملته؟ لا تواخذني عمي كمال، نظف الأرض، تعا معي مشان أعطيك الوصل. يلا الحقيني. طيب شو رأيك نعمل فيلم سوا؟ شكراً كثير عروة. لا تشكريني. صب الليك؟ لا يسلموا، خلص ما عاد جاي على بالي حاجتي. تمام. وين رح تعرضوا بأنقرة؟ بمسرح شيناز، بتعرفوا شي؟ قديش رح تضلوا وقت هنيك؟ 3 أسابيع وأكتر في حالة مدد العرض. عروة شو رأيك نمشي؟ لأنه بكرة الصبح بدي فيقع 6:30. أي منمشي. قبطان جيب لي الحساب لو سمحت. خليكن قاعدين عدو، ما في روحة هلأ، خليكن قاعدين. أهلا وسهلا. بس يا قبطان نحن مستعجلين غير مرة. يا بتاكلوا هلأ يا أما بزعل منكن. ها ماشي خلينا. متأكدة؟ طبعا ما في مشكلة. ماشي قبطان. انت أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمع مني، لا تفوت منيبك لهالبنتها. مراد من شوي خلصت شغل. كان لازم تشوفي الزحمة بالافتتاح. انت كيفك؟ شباك شد حالك، مش خجلان؟ بين شي مشان الفيلم. ما حدا اتصل لسه. مو موافقين يعني؟ مالهم غير كم يوم مراد، الا ما يتصلوا اصبر شوي. كانوا اتصلوا لو مشي الحال. ليكي انت كل مرة بتعصبي مني، بس انا يلي بيطلع معي حق. رح اسكر مشان ما اسمع اللي عم تقوله. مثل ما بدي، خليكي معندي. رح اسكر وبدون زعل. انت سكراني شي؟ طريقة كلامك غريبة. انت برا وينك هلا؟ موجودة بحفل الأوسكار. يلا باي باي. شكرا. كل أمورك منيحة؟ كله تمام. يلي اتصل حبيبك؟ ايه صح. الكون زمان مع بعض؟ وقت طويل وزيادة عن اللزوم. ايه ما في عندك حبيبة؟ لا ما عندي. القبطان نسي يجيب الشوك. بهالحالة ما رح أقدر أركب على الموتور، لأن الدنيا عم تفتل فيني فتل. أنا اللي عساس رح أقدر، ما هيك؟ واضح. حتى ولو مو مشكلة. طبعا. هلأ منروح بتاكسي. مساء الخير نسرين، وين ساكنة أنت؟ بجيهانجير. بالأول عجيهانجير وبعدين بالتا. نسرين اصحي، صرنا بجيهانجير. نسرين نسرين. طيب خلينا نكمل عبالتها لو سمحت. Üzülürken odana
Da sonumu görsem, ölümü tatsam da yenilmem, yine de yitip gitsem de sonumu bilsem, ölümü tatsam da yenilmem, yine de senin için bütün zaferlerim. أكيد جوا. بابا؟ 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 ليش نايم هون؟ نسرين حبيبتي، انت ما عاد فيك تشوفي جدك. ليش ما اشوفه؟ لانه راح لمكان تاني. ليكو جوا نايم على السرير تبعه بابا. حبيبتي نسرين روقي، جدك راح وما عاد يرجع. لكن بابا خليني اروح لعنده معناته. يا روحي بعيد الشر عنك، لا تقولي هيك. يعطيك العافيه معلم يحيى. اهلا وسهلا عمي يوسف. ما عرفت مين توفى؟ لا والله. مين الزلمة اللي ساكن بالحارة الثانية؟ العم كمال ممثل المسرح؟ ايه العمر إلكم. الله يرحمه، لسه من يومين اجا وصور حفيدته عندي. الله يرحمه ويغفر له. عروة
لك وين أنا؟ ولي تأخرت؟ وينك انتي؟ كتير انشغل بالي عليكي. كنت نسياني موبايلي عالصامت، صحكن تمشوا قبل ما اجي. يلا ناطرينك هون. شنطتي بالبيت رح اجيبها واجي. لا جبتلك ياها معي. من قليل انا بحبك هالقد. وينك انتي هلا؟ بس وصل بحكي لك باي. لهلا ليكني اجيت، اسفه تاخرت. لك وين كنتي من امبارح؟ ما قلت لك بحكي لك هلا منكم. ما عاد فيني استنى، احكي وين كنتي. انا وعروه سهرنا واضطريت اني نام. كيف؟ لا تواخذوني يا جماعه، تاخرت عليكم. مو مشكله، كيفك؟ منيحه ماشي الحال. وانتو وين كنتي نسرين؟ تاخرتي كثير. نمت عند رفيقتي وراحت علي نومه. صباح الخير. أها، ليش نايم هيك على الكنباية؟ رح خبرك خبر حلو كتير، اتصلوا من المجلة وقالوا كتير حابين الغلاف. وين نسرين؟ مين هاي نسرين؟ نسرين؟ شو مشيت؟ أسفة كتير لأني ضايقتك مبارح، وشكراً على كل شي ولا تواخذني، نسرين. مين بتكون؟ كيف ما حسيت عليها؟ هاي نسرين تبع الغلاف، والله ما كنت عارفان أنك واحد دونجوان. أنور روح جيب لي الموتور من عند مطعم القبطان وترك لي سيارتك ماشي. شو بدك تعمل بالسياره؟ لك شبك ليش ما عم بتجاوب على شيء؟ لو عم يطلع لي على الدرج مثل الاولاد الصغار. الو استاذ عروة. ايه تفضلي. المفروض حضرتك اليوم تدخل على المشفى، والدكتور طلب مني اتاكد اذا جاي او لا. على المشفى؟ ايه طيب طيب، انا بعد شوي بتصل فيكي. شكرا كثير، يعطيك العافيه. مين اتصل؟ ايه استاذ عروة، دريت انك رح تفوت على المشفى، ليش مو قايل لي؟ لك ما في شيء مهم. كنت رح توقع من طولك ولغيت كل مواعيدك هذا الاسبوع، واليوم داخل على المشفى وبتقول لي ما في شيء مهم. صدقني ماني فايت على المشفى ولا شيء. والتليفون اللي اجاك هلا؟ يا الله. ليك عروة انا بلشت خاف عليك. لا ما في لزوم للخوف، انا منيح وماني فايت على المشفى اليوم. وين مفتاح السياره؟ يلا اذا بدك سياره احكي لي بالاول. عود لك. لك عم اقول لك ماني متذكره شو صار، يعني غبت عن الوعي بكل معنى الكلمه. فتحت عيوني لقيت 20 مكالمه فايته، فقت لقيت حالي مو بغرفتي وما بعرف وين انا. وبس هيك حلوه الحكايه. بدك تقنعيني انه ما صار اي شيء؟ مو وقته هالحكي هلا، لا تبلشي. ليكي عن جد هو شخصيه مثل صورته على الفيسبوك؟ ها؟ شو بدك بهالحكي؟ الو اهلين نسرين. مراد كيفك؟ منيح، كنت عم بفطر. وانتي لساتك بالحفله؟ رايحه على انقره مع فرقه المسرح. انا نسيت موضوع سفركم، لا تواخذيني ما فيني لحق على كل نشاطاتك. مراد اسفه لانه سكرت الموبايل بوجهك امبارح، انا بعرف انه صار بيننا مشاكل وبس ترجع بنقعد وبنحكي وش لوش. لما انا ارجع رح تكوني بالجوله مع رفقاتك، وهي كل المشكله اصلا مو هيك؟ مضطرة أسكر هلأ لأنه رح يمشي الباص. ما في مشكلة. باي باي. عروة ما بدك تروح تستلم الشهادة؟ إيه رايح أمي. وإنت رايح لا تنسى تمرق لعند أبوك على المحل. ماشي. نعم مولاي، أنا متعة هذه الليالي وسوف. شو عم تساوي؟ عم حضر لامتحان المسرح اليوم. إعلان مسرح أنقرة الفني.
مطلوب مواهب شابه. وينك انجي؟ انا هون. عندك خبر بهالموضوع؟ اي موضوع؟ الانسة عم تحضر حالها لتقدم هالامتحان. مين رح يقدم امتحان كلية العلوم لكان؟ انا ما بدي ادرس ولا فرع علمي لانه بدي صير ممثلة. حلو، منطالعها من المدرسة بلا ما نتكلف عليها، مو هيك انجي؟ ما دام بدها تصير ممثلة الدراسة ما لها لزوم. يعني فينا نحكي ونتفاهم بدون عياط؟ انا بيعصبني هذا الموضوع. انسي هالحكي كله، شيل هالفكرة من راسك. لا ما رح شيلها. شو قلتي؟ رح اقدم الامتحان اليوم. نسرين، شو صار لهي؟ مراهقة عمر. حلو كتير، هذا اللي استفدناه من قعدتها عند ابوكي. عمر بابا انا اجيت. اهلين حبيبي، اصلا انا كنت ناطر تجي لهون. غمض عيونك لشوف، لك عندي مفاجأة. مدن مدن هلا منشوف اذا ممكن تعجبك. فتح وشوفها. بابا حبيبي عن جد شكرا، حلوة عجبتني. هدية نجاحك، لكن عجبتك. بيني بالسريان صديقان. نزار ممكن شي يوم يصير عنا جيتار؟ إذا بدك من اليوم بيصير. شلون يعني؟ ما فهمت. بيعة. بيعة؟ مين عمل هيك؟ تركن لا تعمل مشكلة. وقفوا. تعال هون نزار. خلص تعال، ما بدنا مشاكل. خليني غسل ايدي هون بسيك شوي. تعبانة وحاسة راسي كتير تقيل اليوم. ايه لك، لأنك متقلب السهرة. والله ما عم صدق زينب، مو معقول. بعديلي وخدي شنطتي معك. لوين رايحة؟ ليش اجيت؟ نسيتي عندي صورتك. هلا انت معقول اجيت مشانا؟ ما قلتي لي بتهمك كتير؟ وكتبت لك هون علي رقم موبايلي. شكراً كتير عروة، عذبتك. ما في عذاب. يلا بدنا نفوت بقى. ليك على الأغلب نحن رح نبلش بروفا بعد شوي. طيب بس اطلعي. بس اطلع. منتمشى ومنشرب شي. طبعاً أنا جاهز. بشوفك معناتا. موفق بالبروفا. باي. فهميني شو عم بصير. يا ربي. ليكي لساته واقف وعم يطلع لهون. باي. ومعقولة تصرفاته؟ لما بتذكر أنقرة. انت احكي بالأول. بأنقرة في إلي ذكريات، بس صار لي زمان ما اجيت لهون. كنت بدي اقلك لما بتذكر أنقرة بعرف قديش مشتاقة لإلها. أبي كان يحكي لي شغلة، بالنسبة لشخص من أنقرة اسطنبول مثل الأخت الصغيرة بس من أب تاني. وقت بتضحك بتحبها، ولما بتبكي بتتمنى تتركها. أبوك معه حق. عروة بعتذر مشان مبارح. أنا اللي مفروض أعتذر منك، يعني أنت لما شفتك نايمة ومصحيتي ما عرفت كيف أتصرف. إيه شو بدك تعمل بأنقرة؟ بدي أشوف الاستوديو تبع بابا قبل ما أجره لحدا، لازم ضبطه شوي، ولازم شوف المستأجر لأنه إذا أمي ما ارتاحت له ما رح ترضى تأجره المحل. كيف بتلاقي التعامل مع أمك؟ ما أنه سهل، بس خوفها وحنيتها بالدنيا. احكي لي كيف أهلك؟ الحمد لله مناح. هلأ أكيد أمي بتكون طبخت لي أشكال وألوان وناطرتني لروح لعندها. تمام، معناها خلينا نقوم. شكراً على كل شيء. ما عملت شيء. بالمناسبة أول عرض بكرة المساء، يمكن تحب تحضر.
والله المسرحية معنا مملة كل هالقد. أنا واثق من هالشي بالذات لأنك فيها. يلا بشوفك. موفقة. نزار خلص تعا ما بدنا مشاكل. نسرين صاير معك شي بنتي؟ لا ولا شي. متأكدة؟ ايه متأكدة ماما. ماشي بنتي، انتو اكتر ناس بتعرفوا الوضع. اذا ما بعت كريمات كيف بدي عيش؟ راتبي التقاعدي يا دوب مقديني. لو سمحتي اعطيني المخلل. تفضل. انتي مو بالزور عم تبيعيهم للجيران؟ صاروا بس يشوفوكي بيهربوا. في حدا بيشتري بالزور مشان ما تعترف انها خط؟ يا ريت بتقولي بعتها بالزور. يمكن والله. مراد كيفه هلا؟ منيح تمام، وهلا فتحوا فرع بروسيا وسافر لهنيك. فتحوا بروسيا؟ بس هاي القصة خطرة. ليش؟ مراد عزابي والبنات هنيك حلوين كتير. لا تقولي هيك مرت خالي، مراد مو من هالنوع. معزومين على المسرحية؟ ايه طبعا، رح اعطيكم التذاكر بعد شوي. والله انا بدي اشوف ولادك. لأنت انطر، انتو شكلكم مناوين على شي ومقضينا مسرحيات. دخيلك أنجي لساتها صغيرة ولحقها عجواز، خليهم مبسوطين هيك. يا ريت لو درست صيدلة. خالك رح يسلم محله. كنتي أخدتي. أمي لهلأ ما مليتي عن جد حاجة حاجة. هي مو قدرانة تخلص من حسرة الصيدلة، كل مرة بتفتح السيرة. لا تصدقي اللي عم تقوله، خبرت كل الأهل بمسرحيتكم. عن جد عم تحكي؟ مو السنة الماضية مثلتي دور صغير بالمسلسل؟ تخانقت مع كل اللي ما تفرجوا عليه. لا ما بصدق، عن جد هي؟ شو ليش ما أكلتي من الفاصولية؟ وحتى الكبة ما أكلتي منها. رضوان لا تحشي معدتك على الفاضي. عم باكل. شو هالأكل اللي عم تاكله؟ ولا واحد منكم أكيل، لو عمر معنا كان مسح للصحون. خالي شو الموضوع؟ والله بآخر فترة طول الوقت عم تذكروا العمار. طيب روحوا بفهم. روقي ما في لزوم. هاي جبت الحلويات. أنا شبعت، يسلموا إيديك أختي. لكن نسيت جيب لكم الصحون. جبت لك كاسة شاي غير شكل. يسلموا. عروة مت ما بتعرف أنا بآخر فترة ما عاد فيني أطلع وأنزل على الدراج مثل قبل. بقى يا ريت تروح بكرة مشان تشوف محل أبوك وتجهزه للأجر. ايه بكرة بشوف، أصلا اليوم اتصلوا فيني كتار، الصبح بشوف لمين ممكن أجره. ما رح تتركني بسرعة ما هيك؟ طبعا أمي. جاهزين؟ شكرا أخي. يسلموا. مع إنه سعر الكاميرا ما بيجيب غير جيتار واحد. شكراً بس كثير. بس ما بتزعلكم، مبروكين. شكراً. عروة شو هالصوت؟ آه؟ من وين جبت هالجيتار؟ هاد نزار جابه. عروة ليك يا ابني، انت كل ما بتنط وتعرق وشك بيصفر على الآخر. حبيبي دير بالك على حالك شوي. عروة دعينا ريمان. عروة؟ الدكتور شو قال؟ احكي لي شو بعروة. شو بده يقول ناريمان؟ ما حكى شي جديد اكثر من اللي قالوه التانيين، راح يضل هيك لاخر عمره. ماشي ماشي. جيتار وين الجيتار؟ وينك ماما؟ شوفي لقيت فستان عرسي. من وين طالعتيه هلأ؟ تعي شوفي.
قربي حبيبتي. ليك شلون رح ضيق لك يا من هون من عند الخصر شوي وبيمشي حاله، ما هيك؟ ما في شي رسمي بنوب. شو هالحكي لك بنتي؟ قدمك لعائلته وعرفك عليهم، عجبك؟ حلو كتير. رح يجي أبوك على عرسك؟ ليكي اصحك تعزمي، اصحك. أمي قولي لي حبيبتي أنت منيحة؟ مراد شاب مناسب بحبك ودهر باله على شغله. بعرف يا روحي، بس ليش عم تقولي هالحكي هلأ؟ هيك اجى على بالي وحكيت، لأنه ما أنا شغلة سهلة تلاقي مين توثقي فيه بهالدنيا. حبيت أبوكي بس شفتي شو سوا. بصراحة أنا كنت منيح ذكرتيني، أنا لسه ما نشرت الغسيلات. شو هذا لك؟ يلا باي. شوف شو مكتوب. هاي بنت صغيرة وأكيد عم تهيأ لها. لك الله لا يوفقك. أنا ما عملت شيء حبيبي. يا حقير، أنا مش قصرت معك. ندل، أمي لا يا أمي، شو عم تساوي؟ صباح الخير. أهلين، تعي هاتي بوسة. تعي، لما ولدتك كان الصبح كنتي طبوشة وبتاخدي العقل. ليكي أمي، ما رح أقدر أفطر معك. كيف يعني؟ ناطريني على البروفا بالمسرح ولازم روح فورا. يعني ما رح تفطري؟ لا، هونيك بيجيبوا لنا أكل. طيب ماما فيني أخذ السيارة؟ المفتاح بالعلبة هنيك. والله ما بصير هيك. لا تقلقي، أصلاً رح شوفك المسا بالمسرح، ماشي؟ يقبرني هالوش. والله كبرنا يا أمي. أنت اللي كبرت، بدي أقول أنا. أنا بالنسبة إلي بشوفك عروة اللي عمره 5 سنين، ليك نفس الأدنين، دخيل هالعيون الحلوين، لسه بتخبي عني كتير شغلات. شو يعني؟ ليش هالسؤال؟ أصلاً أنت حالتك مو عاجبتني. ليش قلقانة؟ شو في حالتي؟ حاجتك لا تضحك علي. بعد ربع ساعة جايين الجماعة اللي رح يستأجروا. ما بدي اتاخر عليهم. يلا استعجل. ماشي ماما، باي يا روحي. الله معك. بابا حبيبي. يا روحي انت. Thank you.
طق طق طقية رن رن يا جرس طق طق طقية. أعزائي المشاهدين نقدم لكم النجم الكبير عروة. طق طق طقية رن رن يا جرس. أهلا وسهلا. السلام عليكم. كنت جاي لأستأجر المحل، فاضي لنحكي؟ طيب شو مفكر إنك تفتح؟ ناوي أفتحه كافي نت. عروة يلا ما بدك تروح؟ ايه بابا بدي روح، بس بدي امسح الارض وبلحقك. ماشي. انا رح سكر الباب. ماشي. مرحبا معلم يحيى. اهلا وسهلا عمي يوسف. اسمعوني، هي آخر ليلة رح نقضيها هون، رح نكمل بطريقنا من هون لمدينة اسطنبول، بس قلبنا رح يبقى عطول بأنقرة. انبسطوا بوقتكم جميعا. هذا هو المحل مزبوط. مرحبا. أهلين صبايا. اسمعنا أنه في حفلة هون. للأسف الحفلة خلصت. لا لا، بس في عنا دي جي ورح نكمل سهرتنا معه للصبح. شو رأيكم منحضر ولا لا؟ نحن جايين مشان الحفلة. لا نحن جايين مشان نحضر الحفلة. لا ما بدنا. شكرا كتير. أنا شو بدي تساوي هلأ؟ أنت شو حابة تساوي؟ شو؟ قولي. ما بعرف، لو أنت مكاني شو بتعمل؟ والله أنت عم تسألي الشخص الغلط. زينب قولي لي رأيك بصراحة. حابة جاوبك إذا أنا كنت مكانك؟ أنت بتكوني أنا وأنا بكون أنت، يعني أنا نسرين ومراد حبيبي، تمام؟ المهم أنا ومراد كتير مبسوطين، بيني وبين عيلته في شوية مشاكل بس مو مستحيل إنها تنحل. بعدين بيوم أنا ومراد منكون متخانقين، وهيك بالصدفة بلتقي بحب الطفولة يلي كنت مضيعته، ومع الأسف هداك الولد الفاشل اللي حبيته بوقته وكنت مجنونة فيه صار أعقل وأحلى وأوسم وأنجح وأكتر إنسان موهوب وغامض على وش الكرة الأرضية، لدرجة إنه حسسني بشعور ما حدا حسسني إياه من قبل، ولا مرة حدا غير اطلع بعيوني بهي الطريقة. شو؟ شكرا، فعلا ساعدتيني عن جد، شكرا كثير. لك عفوا، بس شو كنتي متوقعة اقول لك يعني؟ قليلي. شو بيعرفني؟ كنتي قولي حطي عقلك براسك مثلا، ارجعي لوعيك لانه عروة ممكن يكون حبك الاول، وممكن اذا شفتيه بخليك تتوتري كثير لدرجة تحسي فيها انه رح يوقف قلبك، بس انتي على علاقة مع مراد من فترة طويلة ومراد ما زعلك بنوب ولا جرحك ولا خانك مرة. يا ترى انا مبسوطة مع مراد؟ بجوز. فيني اساعده اذا انا ماني مرتاحة؟ بحبك وبيموت بدونك. لا مو مزبوط، شو هالمحبة هي؟ الانسان بيقدر يحب حدا مو فهمان عليه؟ اذا بيحبك فعلا ليش بده اياكي تتخلي عن الامور يلي تكونت منها شخصيتك؟ ها نسرين لا تبكي. بعدين اذا مانك مبسوطة ليش حتى تستمري؟ ها الحياة ايام ولازم نعيشها. بدي منك توصفي لي شي غالي على قلبك تعتبريه مهم وضيعتيه، قولي لي شو هو بكلمة واحدة. معك 3 ثواني. صندوق اسراري. اهلا وسهلا فيكي بالمعهد العالي للفنون المسرحية. ليكي زينب هدوك اهلي. وينون؟ امي وخالي ومرته. ايه ايه شفتون شفتون. ليش قعدوا بالصف الثالث؟ كان لازم يقعدوا بالصف الأول. ليكي من إجها؟ مين؟ Thank you.
حلو كثير. برافو. سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا نسرين. شكرا لكم. الآن سنسرين؟ ايه أنا. شو هاد؟ وقفوا لنشوف شو مكتوب على الكرت. يلا فتحته. مستحيل يكون في بهي الدنيا مثلك. أنا بحبك كثير يا بعدين بعدين بشوف من مين. خلص خلوني أتمنى أمنية. ماشي. برافو برافو. عمال كل سنة. ما رح تتأخري ما هيك؟ لا الليلة رح أتأخر. هاتي الوردة. تفضلي. بخاطرك. تفضل. مع السلامة. يلا بخاطرك. صحيح بدي اسالك انت وين محلك؟ باسطنبول. كثير منيح والله عن جد. لازم نعمل هيك احتفال. شلون لقيت المسرح؟ عجبتني. يعني انا ماني مهتم كثير بالمسرح بس برايي انت كنتي رائعه. شكرا عروه. نحن ناويين نسهر اليوم، بتحب تروح معنا انت كمان؟ موافق. انا عم اقول لو ناكل شيء. كليني الي زينب. شو هالغلاظ؟ من الساعه اكلتي. شو يعني ما في مكان حلو نسهر فيه؟ شو اعمل يعني؟ في مثلا منهاتم مناسب لكم. ايه يسعد مساك. مرحبا. يلا نسرين. بلا تليفونات. انا رح ارد على الموبايل وبلحقكم فورا. ايه ماشي يلا. الو حبيبتي. بعرف انه اتصالي متاخر بس انتظرت لتخلصي. يا روحي عقبال ال100 سنه. عن جد شكرا مراد، وشكرا على الورد كمان. وصلوا لعندك على الوقت؟ وصلوا بوقتهم تمام. برافو. شكرا شكرا. يا شباب رح نرجع لنكون معكم بعد استراحة صغيرة لمدة 5 دقائق مو أكتر. انطرونا. طلعت بعرفه منيح. عن جد عم تحكي؟ صديق قديم لإلي. مين؟ صديقك لك. مرحبا. شو المفاجأة الحلوة؟ كيفك؟ يعني معقول ما بتخبرني قبل ما تجي لك عروة؟ كيف بدي أقول لك؟ جيتي لهون صارت فجأة. كيفك؟ تمام عم بشتغل هون حاليا. حبيبتي ليش عم تعامليني بهالطريقة لهلأ؟ لسه زعلانة من وقت الخناقة؟ لا شو هالحكي، ماني زعلانة ولا شي. طيب شو القصة لكان؟ اليوم مو عيد ميلادي مراد؟ زينب ورفقاتي ناطريني جوا ولهيك مو مركزة معك. طيب ماشي رح أسكر هلأ. باي باي. باي حياتي. موجود اليوم رفيق قديم وإلي زمان ما شفته، وهو أكتر حدا شجعني وحببني بالموسيقى. مثل ما هو مصور موهوب بنفس الوقت هو موسيقي من الدرجة الأولى، وهلأ رح أطلب منه يطلع على المنصة. تفضل عروه. برافو. حلو نسرين. تعي تعي. الليلة بالنسبة لي كثير مهمة. رح يغني؟ وعيد ميلاد صديقة قديمة كثير من الطفولة، مميزة وبعرفها من 25 سنة، والصدفة رجعت جمعتنا من جديد. عقبال المية نسرين. هاي الأغنية مخصوص لك. شكرا. Tepemiz atmış ve konuşmuşuz. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuşuz. Aynı anda başka insanlar. Mutlak güven duygusuyla başımızı başka omuzlara dayamışızdır. Olamaz olabilir.
yollarımız hiç kesişmemiş bu Eylül akşamı dışında. Bravo Arva! Bravo, bravo! Şükran Sadiq, şükran. Bravo. يعطيك العافية. وانت كمان. زينة جد فظيعة. ايه حبيبتي. نحن رايحين نتمشى. تمام. بكرة الصبح بشوفكم. ماشي. شكرا على كل شيء. انبسطنا كثير بالسلامة. تصبحوا على خير جميعا. باي باي. شكرا. بتحبي نقعد؟ اي بنقعد. باليوم اللي انا ولدت فيه صار حادث بوقتها. امي وابي راحوا على المشفى للمعاينة وهن طالعين من المشفى وعم يركبوا بالسيارة. في سيارة طرقت سيارتهم بالغلط. دخلوا أمي على الولادة لأنه طقت ميت الرأس وبلحظتها شافوا الحبل السري لافف على رقبتي. تخيل الموقف لو هديك السيارة ما طرقتنا من ورا. أمي ما كانت ولدت وكانت رجعت على البيت وأنا كنت رح أموت جوات بطنة. بكل عيد ميلاد لإلي بتذكر هالحكاية وبقول لحالي كان ممكن ما أولد بهاللحظة. ومادام أنا هلأ موجودة لازم كون مميزة وساوي شي حلو وانجح بحياتي. كان يسألت ما حسيت. لا عادي احكي. انت امتى ولدت بالضبط؟ انا ولدت باول يوم من ايلول. يعني انا وياك ولدنا بنفس اليوم؟ نحن ولدنا سوا؟ عن جد عم تحكي؟ ايه صدقيني عن جد هيك. فينا نقول عيد ميلاد سعيد لقلنا؟ ايه طبعا فينا نقول لانه ولدنا سوا. طيب وليش ما حكيت؟ قلت لحالي ما بدي اسرق الاضواء منك. جد شكرا. عروة ممكن الصدفة تكون زابطة لهالدرجة؟ اللي شفته بيأكدها. طبعا ممكن. انتي وين كنتي مختفية لحد هلأ؟ لازم أعطيكي شغلة مهمة. شو هي؟ مفاجأة. لمحلي شوي. بدنا نروح على مكان ما رحتي عليه من 25 سنة. بلشت اتذكر هديك اللحظة. انا كنت واقفة هون وجدي قاعد هونيك وانت وقعت المحشي ولوتت الارض. غمض عيونك نسرين. لا تفتحي.
افتحي. قلت بلكي فكرتي ترجعي ولهيك خبيتها هون. شكرا كتير. نسرين الصحك تبكي. Örümcek gibi ördün zihnimi. Düşündükçe daha çok isterim seni. Nefes bile alamadan, nefes bile alamadan, nefes bile alamadan. İçinde dolaşan alkol gibi sana git gide sarhoş oluyorum. Kaybetmiş gibi sadece senin için ألو حياتي لا تواخذيني عم ازعجك بهالوقت مراد سكر وبتصل فيك بعد شوي ماشي ماشي لما تكوني فاضية اتصلي فيه في موضوع كتير مهم عليك عروة أنا في عندي قصة لازم أنهيها حبيبتي إذا لازم تاخدي قرار فيكي تكوني متأكدة وواثقة أني رح أتفهم قرارك على جهانجير لو سمحت ألو؟ حياتي، احذري وين أنا هلا؟ ما بعرف قلي أنا بأنقرة عن جد عم تحكي؟ عروة؟ ليش هاي الشنتاي؟ إجانا عرض لحفلات باسطنبول إيه؟ يعني بعد شوي رح نروح يعني رايح مشان حفلة راس السنة وراجع ما هيك يا روحي؟ لا لا أمي رح يصير شغلي هنيك المعاش كتير منيح وأنا والشباب رح نستأجر سوا عروة أنا بعمري ما ضايقتك وماني حابب ضايقك بنوب عروة؟ ليك أنت بتعرف صحتك مانا منيحة يا حبيبي ما هيك؟ لا أمي أنا كتير منيح بس ناري ما لا تعبي على الفاضي الشنتاي انضبت عروة بيك عامل خطته ورفقاته جاهزين كمان نحن ما بيطلعنا نحكي شي يحيى روق شوي شو ما بتعرف انك مريض فهمني بابا قضيت من عمري بما فيه الكفايه بالمشافي وهي حياتي انا وحابب اني اعيشها تركني بقى لو سمحت تركني انت لك حياه بدك تعيشها ونحن ما قلنا شيء ما يحيى. طلع بهالمسكينه طلع فيها عروه منيح عروه اخذ الدواء اتصلوا من شوي لانه عروه تعب وقع بالارض خلص بقى لا مو خلص لك كل مره بتطلع فيها من هالباب بتعرف شو يعني نضل نفكر باحتمال انك ما ترجع بتعرف
بابا ممكن تقلي انا شو ذنبي؟ يعني انا اللي تمنيتكم مرضان؟ انت يا ابني لازم تشتغل شغل مريح وما يتعبك وما يتعب لك قلبك لانك مريض. حاجه تذكرني بكل لحظه اني مرضان. شو اعمل؟ انت شو رايك؟ اذا قضيت وقتي بين المشافي والاستديو بتسمي هاي حياه؟ ما عاد بدي ابقى هون، ما بدي عيش هالحياه لانها مو حياه. قلي شو بدك لكان؟ خلاص مش عارف بدك تتعب وتموت ونحن بعاد عنك وتحرق قلوبنا. الله يخليك يحيى. يا مرعد نريبان، من هو وصغير تمنيته يتعلم التصوير ويصير مصور مثلي؟ تعبت بشار يكون عنده صنع وضمانة للمستقبل، حتى لو نحن ما كنا جنبه يقدر يوقف على رجليه. انت كيف بتفكر تتركنا وتروح؟ اكيد ما بنكر كل اللي عملتوه معي، بس انا رح روح. سامحيني امي. يا روحي انت روح. اذا طلعت من هالبيت ما رح اسمح لك ترجع له. ما حبيت اجي من وش الصبع على بيتكم وضايق امك. امتى فيني شوفك؟ انا رح اجهز بعد ساعه ونص وبعدين بشوفك محل ما بنلتقى. ماشي حبيبتي. ليكي عم بحكي عن جد، لا تتعودي انك تسهري وتشربي بالبارات. ماشي يا خانوم، لا تشغلي بالك. لا تتعودي على العيشه هنيك، طلعي ورجعي دغري. يا امي ماني رايحه على طول. انا سمعتي بحياتك حدا راح اسطنبول ورجع على انقره؟ اختي يلا رح نتأخر، استعجلوا يلا بلا ما يروح القطار علي. يلا يا الله شو هالشنتاية هي كلها. مرت خالي حبيبتي انتبهي على حالك. خالي حبيبي. يا حبيبة خالك. تارك أمي بأمانتك. ماشي خالي؟ لا تشغلي بالك حبيبتي، يلا بلا ما تتأخري. أول ما توصلي خبريني. ماشي بس لا تضلوا واقفين هيك، يلا روحوا. يرجى من ركاب الرحلة المتوجهة إلى اسطنبول الصعود إلى القطار حالا وشكرا. يرجى من ركاب الرحلة المتوجهة إلى اسطنبول الصعود إلى القطار حالا شكرا. عفوا يا أنسة، فيني أقعد هون؟ تفضل أقعد. عفوا لا تهمك. رايحة اسطنبول؟ اسطنبول؟ حياتي ليكي شو شفته أنا بالمطار؟ ليش ما جبتي لي سيري أبدا؟ بس بصراحة طالعة حلوة كتير. مراد خلينا نحكي. إيه روحي رح نحكي. مراد لا لا تعملها. نسرين بتقبلي تتزوجيني؟ لا ما بقدر. كيف يعني ما بتقدري؟ ما بقدر وما بدي. ليش؟ لأنه نسرين شو صاير لك؟ شبكي؟ إذا مسألة التمثيل أنا فكرت فيها منيح نسرين، رح تكملي، كان معك حق وأنا رح أوقف جنبك على طول. نسرين ليش هالدموع؟ بس فهميني شبكي؟ ها؟ الحقيقة أنا ما بحبك مراد. شو هالحكي هاد؟ كيف يعني ما بتحبيني؟ لا تواخذني مراد. إمتى عرفتي إنك ما بتحبيني؟ بالفترة اللي غبتها، شو صار؟ يعني قولي شي منطقي مشان أقدر صدقك، هيك فجأة بطلتي تحبيني؟ طيب قولي لي شو السبب؟ لأنه لأنه شو؟ التقيت بحدا وحبيته. لا تخبصي نسرين، انت معصبة مني ولهيك انت عم تقولي انك حابة حدا تاني. كيف يعني؟ شو صار بآخر يومين؟ مين هو وشو بيشتغل؟ مو مهم شو بيشتغل ومين هو. مراد حتى لو ما كان في حدا نحن ما كنا مناسبين ولا بأي وقت، على طول كان في شي ناقصنا. ما كان في شي ناقصنا، لوقت اللي اجيتي لهون كان كل شي تمام. أنا شو عملت لك؟ يعني إيه 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 صح، يمكن أنا ضغطت عليك شوي ويمكن ما اهتميت فيكي، بس أنا كنت جنبك دايما على طول. بأسوأ أيامك أنا كنت جنبك. بآخر مرة وقت لمستني حسيت بقلبك إنه كان عم يرجف؟
حسيت أي مكان حلو بس لأنه أنا موجودة فيه. قول طيب قلي إمتى كنت فخور فيي وبشغلي قدام الناس اللي بتعرفهم وقدام أهلك؟ حسيت ولو لحظة إني أهم حدا عندك ومستعد تخسر أي شيء كرماله؟ شو عملتي أنت وياه؟ صار بينكم علاقة؟ كيف بتسأل هالسؤال؟ مجرد سؤال. لك هذا وقت. سؤال بتسأله أنت عن جد حابب تعرف شو جوابه؟ صار بينكم علاقة؟ إمتى؟ بهاليومين اللي غبتهم؟ ولا لما كنت جاي لعندك؟ إمتى آخر مرة؟ آخر مرة؟ لا ما بصدق. مو حقيقي هالحكي. لا صدق حقيقي. شو هالأسئلة اللي عم تسألها؟ طيب أعطيني فرصة أخيرة لو سمحتي. أنا ماشي مشان أعطي فرصة إلي وإلك يا مراد. بس فرصة وبرأيي أخيرة. إحنا تأخرنا كتير. أرجوك أعطيني فرصة. دكتور تيم، يورغانجي أوغلو موجود بالمشفى. الدكتور مشغول وللأسف ما فيني أعطيك موعد إلا لبعد أسبوعين. عفوا ما فيني أنطر كل هالقد، أنا أصلا مريض قديم عنده. ممكن تخبري أنه عروة تورغوت برا؟ طيب انتظر شوي إذا بتريد ورح أحاول فورا أن أتصل بالدكتور تيم. طيب ماشي. ما بعرف هلا بيبين. يا أخي 5 دقايق وقالوا لي رح يتحرك القطار. هلا شو بدنا؟ أنا برأيي نطلع هلا أحسن. خلينا نطلع. الطريقة اللي استخدمناها هالمرة رح تأمن لك الراحة لفترة معينة، بس بدي تعرف إنه ما حلينا المشكلة تماماً. يعني صعب أتحسن شو ما صار وشو ما عملت؟ عندك ضعف عام بعضلة القلب وهي هي المشكلة. لهالسبب يا عروة بيرجع لك إلك التحكم براحة قلبك أو إجهاده. السهر الطويل، إرهاق الشغل، ولازم تبعد تماماً عن التوتر والأشياء اللي بتحمسك. ماشي؟ أي مفهوم، شكراً. معافى أستاذ عروة. شكراً دكتور. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك حكيم. عروة الله يخليك لك. هاي الثلاث أسابيع مرقوا وبما أني طبت صار فيني أمشي. يا الله لوين بدك تروح؟ على اسطنبول. لسه اسطنبول اسطنبول. أمي خلص لا تشغلي بالك، رح كون مصور مثل ما كان بابا بده، بس مو عنده بغير محل. ليش لتروحوا في محل؟ قلتلي إذا طلعت من هالبيت ما رح تسمح لي أرجع، وأنت الظاهر نسيان بس أنا متذكر. بشوفك أمي حبيبي. ايه عروة طلعت نتائج الفحص، واضح انه ما اهتميت ابدا بصحتك بعد ما عملت العملية. اطلعت على الملف اللي وصلنا من اسطنبول كمان، رد اذا بدك. لا مو مشكلة، تفضل كمل. بآخر أسبوع في تقدم بالخطورة بشكل ملحوظ. طيب قديش سيء وضعي؟ مشان وضح لك، افترض أنه طلعنا على طريق بسيارة، يعني بحالة مستعجلة. بعد ما تشوف ضوء البنزين الأحمر بتقدر تمشي 30 كيلو متر تقريبا. وضعك نفس الشيء، ضروري نظبط وضعك لأنه ما معنا وقت كافي لنستنى الدور. يعني أنا هلأ لازم أبقى بالمشفى اليوم؟
فيني أجل القصة بس لكم ساعة؟ عروة أنت لازم تدخل على المشفى بأسرع وقت ممكن، حتى ممكن إنك تحتاج تاخد السيرومات لفترة منيحة، بس القرار بيرجع لك. خلي كارتي معك، خبرني إذا صار معك أي شيء. وبالمناسبة أصحك تعمل أي مجهود. ماشي، يسلموا. والله الزلمة فنان، عرفان ياخذ لك اللقطة صح. خلص نسرين، مو حلوة وانتي زعلانة. مراد رح ينسى بسرعة وبكرة بتشوفي. بلحظة ظنيت انه ما رح يترك ايدي بنوب. يلي ساويتيه هو عين العقل وبس. الو الو، حضرتك الانسة نسرين؟ مزبوط مزبوط. اكيد حضرتك الانسة نسرين. ايه انا هي. انتي شاركتي باختبار اختيار الممثلات. بحب اقول لك انتي رح تكوني معنا بالفيلم. عم تحكي جد؟ طبعا، لهالسبب عم بتصل فيكي. ميرسي ميرسي، شكرا كثير لك. رح تتصلي فيني؟ ايه اكيد مسيو، برجع بتصل فيك. كثير منيح. طيب اورفار. شلي انه قبلوني بالفيلم. عن جد زلمه لما شاف الصور قرر ياخذني لك مصدقه. رح اتصل بعروة وخبره. انه ما بعرف شو بدي ساوي، يعني بدي خبرها بس ماني قدران امسك الموبايل ابدا. المفروض تقلها، مجبور تخبرها. كيف بدي خبرها؟ وضعي سيء كثير ويمكن ما اطلع من هنيك ابدا. لك ليش هالحكي هاد؟ شو صار لك؟ كيف يعني ما رح تطلع؟ مو بتحبها للمخلوقة؟ لك معقول انت تسألني هيك سؤال؟ انا بحبها بجنون انوار. طيب رح سكر الموبايل وانت اتصل بنسرين فورا وبنحكي بس شوفك. الظاهر انه مشغول. عروة ابني، إذا كنت عم تسمعني، يعني إذا سمعت هالحكي بيوم من الأيام بتكون مناسبة لأحكي لك كم شغلة. الإنسان وقت بيشوف إنه صار بآخر عمره، يعني بيتغير طبعه. سامحني يا عيون أبوك، بعرف إنه أنت كمان زعلان كتير، بس غيابك عني تعبني، لأنه أنا وياك كتير منشبه بعضنا، ولهيك ما فيني أزعل وعصب منك. تعلق كتير قاسي. وشو إيه لك عم يعذبني؟ أنا قلت لك بيوم اللي تركتنا، قلت لك انت اطارك مبين وما فيك تطلع براته ابدا. يمكن كون حكيت الجمله ناقصه. المشكله ما طلعت بالاطار المرسوم يا ابني، المشكله هي الصوره اللي بدها تنحط بها الاطار واللي واضح وشو جوات هي الصوره. قيمة حياتك بتتحدد بالناس اللي بيمرقوا بيأسروا فيها، وإذا كانوا غالين عليك أصحك تتركهم، أصحك تتخلى عنهم لو شو ما صار. المخلوقات اللي موجودة على الأرض رح تموت ورح تختفي وما يضل منا شيء.
ادخل. اتفضل. حبيبتي، خالي تعب فجأة وما عرفنا كيف رح نتصرف، لهيك بعتنا ورا أمي وإجت. ليش قلتلي إنك بتحبني وبتبوس التراب اللي بيمشي عليه؟ أنتوا لازم تقتلوني لكان. عفوا. أنا تعبانة كتير. يا ريت لو فيي ارتاح، لو فيني ارتاح بس شوي. أنا طير النورس. لا ماني هيك، لا أنا ممثلة، ما هيك؟ صوتها طالع من كل مكان. يلا عادي، شو بدنا نعمل؟ استنى شوي. تعا تعا. تعا يلا. احملوا معي. افتح الباب. يلا. بسرعة خلينا نسعفوا على المشفى. يلا فورا. يلا بسرعة شوي. ماشي. هاد خالص على الآخر. خدنا على المشفى المركزي. حاول تستعجل شوي. والله كتير بحبه، حتى أكتر من الأول. والله بحبه. بدون أمل الحب كتير بيوجه وبيموت كمان. العرض كان كتير حلو. ايه حلو. نسرين مبروك. أهلي. كتير انبسطت لك. عن جد انها ممثلة شاطرة. كانت ظريفة كتير. ايه كتير ظريفة. الو عروة. الو عروة. الو نسرين. مراد. أنا أخذ الشاب صاحب الموبايل على المشفى. على أي مشفى؟ يلا منحكي. خليني شوفك مرة ثانية. Thank you.
وين أقارب نسرين عثمان؟ إذا ما عملنا النقل بسرعة رح نخسر عروة للأسف. خالتي نريمان طولي بالك، معلش عروة أكيد رح يطيب. تعالي هدي. شو بتقربيها؟ أنا أما لنسرين. من شوي طلعت صور الطبقي المحوري للدماغ، التقرير اللي إجانا مع الصور سلبي للأسف. هالحكي بيعني إنه بنتك نسرين حاليا بحالة موت سريري. مبروك عليكم، التقى متبرع مطابق لعروة. شكرا. عن جد عم تحكي؟ ايه. بعد شوي رح نجهز عروة. الحمد لله. نبعت لك الوراق توقعيها مشان ندخله على العملية. خلص خالتي لا تبكي. Shaka!